يا صباح الخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم. يوم جديد إن شاء الله يكون يوم سعيد وجميل علينا جميعا بإذن الرحمن. أهلا بكم بداية حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي، ويا رب إن شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معنا في حلقة النهاردة. صباح العسل. صباح الجمال عليك يا كريم، والرزق والسعادة يا رب دايما كده على كل حضراتكم في كل مكان بتتابعونا في العالم. وعشرة الصبح في الأهلي ونهاية الأسبوع خلاص. خلينا بقى ننوه الفقرة الأولى معانا في حلقة النهاردة زي ما احنا متعودين، نتكلم عن التغذية السليمة. هتكون معانا دكتور ريهام صفت، أخصائية التغذية العلاجية، وملفات كتيرة جدا في التغذية العلاجية أكيد هتهم حضراتكم، فتابعونا هتبقى فقرة مهمة. الفقرة الثانية طبعا يعني الحديث لن يخلو عن المنتخب ومباراة أمس، وحنحلل وحنشوف وما هو قادم كمان، عايزين نطمن اللي جاي هيكون شكله إيه. هيكون معانا كابتن عادل تعيمة نجم النادي الأهلي السابق، يعني ربنا يسهل، ربنا يتولانا برحمته. لا بص، في كلام كتير هنتكلم فيه لأن أعتقد مفيش يعني زميل إعلامي أو محلل رياضي ما تحدثت إن في علامات استفهام لحد دلوقتي إحنا مش عارفين نقرأ دماغ كيراش. نتمنى نكون فعلا أو يكون الوضع إن إحنا مش عارفين نقرأ ويبقى في حاجة هو يعني لسه مخبيها زي ما بيتقال كده مفاجأة، أو هتفاجئنا كلنا، هتبهرنا كلنا، يعني نتمنى ده لأن الوضع لحد دلوقتي شوية ممكن نقول إن هو مقلق. مش بنصدر طاقة سلبية بس إحنا قلقانين، ده من حقنا بتهيألي. هو ممكن يبقى إحنا مش عارفين نقرأ اللي في الدماغ، وممكن ما يبقاش في حاجة تتقري. ده وارد، كل شيء يعني وارد. لغايه دلوقتي انا شايف ان الكفه الثانيه هي اللي يعني، بس مش هنسبق الاحداث برضو، وعندنا وقت كافي ان الصوره تتضح اكتر الفتره الجايه. انا بتفق معاك جدا. هو كان ليه كذا تصريح هنناقشهم برضو، تصريحات بتاعته بصراحه يعني مطمئنه، يعني لو هنتكلم عن تصريحات كيراش مطمئنه الى حد كبير. نتمنى بس على الارض ده يكون مترجم بشكل يعني واقعي. قبل ما نبدا، بما ان احنا بنتكلم عن التغذيه السليمه، خلينا برضو نتناقش شويه، لان ناس كتير في فصل الشتاء تحديدا بتقول لك ايه، انا عايز اكل اي حاجه عشان اتدفى، انا ممكن اشرب اي نوع شوربه عشان اتدفى. طب هل الكم برضو اللي احنا بنشربه او بناكله ده مفيد ولا لا، مضر ولا لا؟ ازاي ممكن ان احنا ناكل بذكاء؟ على فكره المصطلح ده عجبني قوي لما قريته قبل كده، كل بذكاء، كل حاجه اعملها بذكاء. على فكره هتلاقي ان الموضوع فرق بشكل كبير جدا. طبعا انت بتقولي كما وكمان كيفا، يعني على حسب، لان في اكلات معينه في موروثنا الاجتماعي والثقافي من النوع اللي بجد يزود الوزن بشكل غير طبيعي، ودايما مرتبط عندنا في فصل الشتاء بان ده وسيله امنه للدفء. طيب هندفع بس هنزيد في الوزن، يعني هي دي الحته المعادله الصعبه اللي لازم نعرف بشكل او باخر نمسك من خلالها العصايه من النص، وده اللي هنحاول نعمله في فقره التغذيه العلاجيه. وعلى فكره دايما مهمه جدا الفقره دي، مفيده جدا جدا، احنا شخصيا بنستفيد بصراحه من المعلومات اللي بنسمعها. طيب عايزين بقى ندخل مع حضراتكم في موضوع حلقتنا النهاردة، أو مجموعة الأخبار اللي عايزين نتكلم معاكم عنها. أصدر الستار بالفعل على تحديد المنتخبات اللي تأهلت للمباراة الفاصلة اللي إن شاء الله هتتلعب في شهر مارس القادم بنظام الذهاب والعودة، طبعا لحسم التأهل للمونديال. المنتخبات اللي تأهلت حتى هذه اللحظة هي مصر، الجزائر، المغرب، مالي، نيجيريا، السنغال، الكونغو، غانا، تونس، والكاميرون. ده اللي حصل لغايه دلوقتي. طبعا تاهل تونس ونيجيريا ضيع على منتخبنا الفرصه في انه يكون في التصنيف الاول، وبالتالي القرعه هتخلينا نقابل التقايل بقى حضراتكم، الجزائر او تونس او المغرب او السنغال او نيجيريا. ربنا يستر وان شاء الله خير باذن الرحمن. ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ويتولانا برحمته. ونرجع ونقول برضو ان كان على اللعيبه، احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبتنا وفي خبراتهم وفي روحهم القتاليه. ان كان على الجهاز الفني، كل الكلام اللي داير طول الفترات الماضيه ان احنا بنتكلم او ان احنا بصدد مدرب مخضرم، احنا عايزين نشوف الخضرمه دي بقى بالترجمه، الخضرمه انجاز التعبير حلو، عايزين نشوف الخضرمه بالترجمه بقى بصوره لعب حلو ونتائج مرضيه للجماهير. بص هقول لك على حاجه، لو احنا نتكلم تحديدا عن امس، يعني هو الفوز او فوز المنتخب امر اعتقد طبيعي، لكن تاني الاداء، هو القصه كلها فيه برضو الاداء. احنا ما اعتقدش ان احنا عجبنا الاداء، وامبارح كان واضح جدا ما عجبش كمان يعني الجمهور. لكن ده بقى التصريح اللي انا عايزه اروح ليه، كيراش رد على الكلام ده. خلي بالك حضراتكم، هو بيتابع ردود الافعال بشكل كبير جدا. هو رد على ده تحديدا خلال المؤتمر الصحفي وقال انا بجهز 40 لاعب عشان اختار منهم 11 لاعب، وهو عارف ان مهمته الحقيقيه خلاص بدات من الوقت الحالي عشان يقدر يجهز اللاعبين بقى للبطوله العربيه، وعندنا كمان امم افريقيا. وهدفه، هو تحدث ان هدفه عوده الفراعنه لقوتها السابقه، بحيث ان هم يوصلوا للماتش الفاصل في مارس وتكون المنتخبات هي
اللي خايفه من مواجهتنا مش العكس. وطبعا كمان خلينا نقول ان احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن نجومنا ان هم قادرين على تخطي اي منتخب، وعلينا اننا كمان يعني نتجنب بقى الاخطاء السابقه ونطور من الاداء الفتره اللي جايه. طيب حلو قوي، برضو على الارض ان شاء الله ده هيتم ولا لا؟ هو ده يعني او الرد ده هيكون على الارض بقى الفتره اللي جايه، وده اللي هيبان في الفتره اللي جايه. ولكن الكلام عن حد عارف يقرا دماغ كيراش ما زلنا غير قادرين على قراءتها. الحاجه الاكيده في الموضوع ان انت الجمله اللي قلتيها جمله مظبوطه مليون في الميه، فعلا الفتره اللي هي فترة شغل، واعتقد من المفترض ان كيراش هيحتاج يلعب مباراة ودية قوية للمنتخب، وهيحتاج معسكر مدته تكون معقولة وكافية قبل المباراة الفاصلة، واكيد كمان هيكون ليه جولات في مباريات الدوري عشان يختار العناصر الجديدة اللي يقدر يدعم من خلالها المنتخب، واللي يقدر يوصل من خلالها للتوليفة اللي في دماغه واللي عايز يحققها. والفترة الجاية كمان اكيد محتاجة مننا كاعلام وكجمهور ان احنا نساندهم، وباذن الله باذن الرحمن يعود المنتخب كالعادة لسابق عهده ولإنجازاته اللي احنا تعودنا عليها من خلاله، يا رب إن شاء الله. خلينا بقى نروح لبعض اللقطات اللي طبعا العالم كله اتكلم عنها، يعني خلينا نقول السوشيال ميديا اتكلمت كلها عنها تقريبا، وهو اللفته الانسانيه الحلوه جدا قبل الماتش امبارح لمحمد صلاح وهو وقف يتصور مع الفرقه الموسيقيه. وحضراتكم عارفين طبعا الفرقه الموسيقيه دي كانت للمكفوفين، يعني اللي افتتحت اجواء المباراه، وراح سلم عليهم. ولقطه تاني احنا مش هنعلق عليها كتير، يعني الصور بتتكلم زي ما بتقال عن نفسها، لكن حاجه جميله جدا واسعدت الملايين اللي كانوا بيتابعوا. وحلو قوي ان احنا نحس ببعض، وحلو قوي ان احنا نقدر بعض وندي قيمه لبعض طبعا. يعني حتى لو حد فينا عنده مشكله ما نحسسش بعض ان احنا عندنا مشكله، يعني جبر الخواطر زي طبعا. ما بتقال يا كريم طبعا. حاجه عظيمه جدا، وربنا بيردها لك لما تجبر بخاطر حد، لما تقف جنب حد، لما تبتسم في وش حد. صدقني والله الحاجات دي بتعود ليك بعد كده. فلا لفته كانت جميله منه مليون في الميه، وعلى فكره متمشيه جدا مع فكره ان احنا بنتكلم عن ايقونه ورمز رياضي واخلاقي محمد صلاح. طبعا الحقيقه على الصعيد الاخلاقي لا يقل يعني شهره عنه في يعني على الصعيد الرياضي. احنا بنتكلم على بني ادم خلوق ومحترم وبيتعامل مع كل الناس بقدر ملحوظ من التواضع الحقيقي مش المدعى، وده بيبان في شويه رفايع كده. وشفنا الحاجات كتير يعني من خلال فيديوهات سابقه كتير ان الموضوع ده حقيقي ضمن تكوين شخصيته، يعني دي طبيعه شخصيته ودي طبيعه اخلاقه، ربنا يديمها عليه نعمه يا رب. نروح بقى مع حضراتكم على نتائج منافسات اليوم الثالث للبطوله العربيه لدرجات الطريق، كنا اتكلمنا مع حضراتكم عنها قبل كده. بالمناسبه بتقام منافساتها في منطقه اسمها الباديه في مدينه 6 اكتوبر، وهتستمر حتى يوم 19 من نوفمبر الجاري. اللي حصل كالاتي، امبارح مصر حصلت على ثلاث ميداليات بعد فوز اللاعبه المصريه ابتسام زايد بالمركز الاول، والميداليه الذهبيه لسباق فردي ضد الساعه، دي فئه معينه من فئات السباقات لفئه الاناث، وهي بالمناسبه اول ذهبيه لمصر في سباقات الطريق بالبطوله، مع اول مشاركه للبطله ابتسام زايد نفسها. فازت اللاعبه الكويتيه لطيفه عامر بالفضيه، وفي سباق فردي ضد الساعه لفئه الشابات حققت الجزائرية نسرين حويلي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت المصرية حبيبة محمد السيد الميدالية الفضية، ده في الفئة دي من السباقات. في سباق فردي ضد الساعة لفئة الشباب حقق اللاعب الإماراتي محمد المطيوعي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد الجزائري صلاح الدين أيوبي الميدالية الفضية، وتوج لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالميدالية البرونزية. طبعا فوز مصر بثلاث ميداليات جاء بعد منافسات قوية جدا وشهدت حماس كبير من كل اللاعبين، وأكيد تحقيق الميداليات دي هو واحد من ثمار فترة الإعداد القوية الجيدة اللي خاضها كل اللعيبة استعدادا لهذه البطولة، وطبعا بنتمنى لهم المزيد من النجاحات والتوفيق إن شاء الله. معانا برضو خبر آخر، ونروح بس لدبي والمشاركة المصرية في بطولة العالم للكاراتيه المقامة في دبي اللي هتستمر لغاية يوم 21 نوفمبر الجاري، وبرضو البعثة المصرية قدرت إن هي تشرفنا وضمننا ثلاث ميداليات. ده بنتكلم في أول يوم بعد نجاح، خلينا نقول برضو أبطالنا أساميهم، يوسف بدوي في الصعود لنهائي هنا وزن بنتكلم 84 كيلوغرام، منا شعبان للنهائي برضو بوزن فوق 58 كيلو جرام، ده بمنافسات البطوله. وكمان عبد الله ممدوح لنهائي البطوله عشان ينتهي اليوم الاول من المنافسات، هنا بنتكلم بضمان الميداليات الثلاثه، وحاجه اكيد تفرح جدا وبدايه موفقه زي ما بيتقال. في ريال بقى اشرف على الصعيد الثاني، خسرت في ربع النهائي وتنتظر يعني الطرديه، ومنا شعبان تصدرت مجموعتها بالبطوله بالفوز في جميع المباريات اللي خاضتها. ومنا شعبان برضو خلي اقول لحضراتكم هي خاضت اربع مباريات، تغلبت
فيها امام منافسيها من روسيا وبعد كده سلوفيكيا والبرازيل والتشيك ده على الترتيب، متصدره مجموعتها في البطوله، فيعني حاجه مشرفه وبالتوفيق طبعا لبعثه الكاراتيه المصريه. طيب اخبارنا اكيد ما خلصتش، فاصل سريع جدا هنرجع نكمل. رحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا بقى دلوقتي نروح ونشوف كده أخبار النادي الأهلي والأجواء كمان هناك عاملة إزاي، ومراسلتنا العزيزة منة إبراهيم هي موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا منة صباح الخير، صباح لك أنا وكريم وكل دلوقتي السادة المشاهدين بيسمعوك، تفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهاوند كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. في كل مكان يوم جديد يبقى أخبار رياضية أهلوية أكيد كمان جديدة، والبداية بفريق كرة القدم اللي النهاردة بيستأنف تدريباته الساعة 4 على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة المقاولين العرب القادمة يوم الجمعة إن شاء الله. يعني يمكن النهارده التدريب هيشهد عوده اللعيبه الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع منتخبنا الوطني امس في مباراه الجابون اللي انتهت بهدفين مقابل هدف لفريقنا لفريق المنتخب الوطني. يعني يمكن اللعيبه اللي هيكونوا النهارده موجودين في التدريب الشناوي وشريف قفشه وايمن اشرف اكرم توفيق حمدي فتحي والسوليه، كمان اللعيبه الاجانب اللي كانوا بيشاركوا مع منتخبات بلادهم في تصفيات كاس العالم هم كمان هيرجعوا بالتدريب النهارده وبكره. اللي رجع بالفعل اليو ديانج من مالي، بيرسي تاو من جنوب افريقيا، اما اللي لسه هيرجع النهارده وبكره عشان يستأنف تدريباته قبل مباراه الجمعه ان شاء الله علي معلول من تونس، بدر بنون من المغرب، ولويس ميكي سوني من موزمبيق. اما ده كل الاخبار عن فريق كره القدم النهارده. اما بقى فريق كره السله النهارده يعني هوندي كريم عندهم مباراه في غايه الاهميه امام الاتحاد السكندري في اياب النهائي لدوري المرتبط. المباراة النهارده هتبقى مع الاتحاد السكندري الساعة 8 مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بالمدينة السادس من اكتوبر. يعني خلينا اشرح لكم سريعا جدا ايه وضع الفريق وليه المباراة النهارده قوية جدا ومهمة كمان وصعبة، يعني بخلاف ان هي اكيد مباراة نهائية واي مباراة نهائية وفاينل بيبقى اكيد مهم، لكن الفريق في الذهاب النهائي كان فريق الشباب قدر ان هو يعمل مباراة قوية وهائلة جدا قدام الاتحاد السكندري وفاز بالفعل ب 83-59. اما اللي ما كانش الحظ حليفه في المباراة هو الفريق الاول اللي خسر امام الاتحاد السكندري بنتيجة 83-77. طيب لو المباراة النهاردة قدر الفريق الأول هو اللي يعوض الخسارة ويكسب المباراة وفريق الشباب هو اللي ما قدرش مثلا لقدر الله يحقق الفوز، يبقى هيتلعب مباراة فاصلة يوم الخميس إن شاء الله. طيب لو نفس السيناريو المباراة الذهاب حصل، يعني الفريق الأول لقدر الله هو اللي خسر وفريق الشباب هو اللي كسب، يبقى كده الدوري مفيش مباراة فاصلة هتتلعب والدوري كده مش بتاعنا. لكن أكيد كلنا ثقة في كابتن إسلام الكيلاني المدير الفني لفريق تحت 18 سنة، وكمان كابتن أوجستي بوش المدير الفني الأسباني للفريق الأول، إن هم إن شاء الله هتداركوا كل الأخطاء اللي حصلت في مباراة الذهاب وإن البطولة دي إن شاء الله تبقى من نصيب النادي الأهلي. يمكن غياب إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي، إيهاب لاعب مهم جدا، يمكن غاب عن مباراة الذهاب في النهائي وده اللي أثر بشكل كبير على المباراة أكيد، لأنه لاعب مهم. يمكن المباراة اللي قبلها كان جايب تقريبي نص السكور اللي قدر يفوز بيه النادي الأهلي ساعتها. إيهاب حس قبل المباراة مباشرة بشد في العضلة الخلفية اللي خلاه إن هو يبتعد عن المباراة، وخضع بالفعل لبرنامج علاجي مكثف جدا امبارح والنهارده. ان شاء الله النهارده يكون يتم تحديد هيكون موجود النهارده مع الفريق ولا لا، قبل المباراه مباشره هنقدر نعرف اذا كان هيكون موجود في المباراه ام لا. اما بقى عن سله السيدات، الفريق بيواصل النهارده استعداداته لنصف نهائي دوري المرتبط ايضا اللي هيتلعب مع مصر التامين يوم الاحد المقبل، بعد طبعا فوز سيدات الاهلي على نادي الزمالك بجداره في ربع النهائي وتاهلهم لنصف النهائي. ان شاء الله برضو المباراه الجايه يبقوا فايزين. وعن قطاع كرة الطائرة بقى، الرجال الطائرة النهاردة بيواصلوا تدريباتهم استعدادا لمباراة ودية غدا هتتلعب أمام بتروجيت. يعني يمكن اتحاد الطائرة خاطب كل الأندية علشان يعرف أو يحدد مين أو إيه الصالات بالظبط اللي في مصر هتستضيف المباريات القادمة إن شاء الله من البطولات.
وكابتن محمد مصلحي ايضا بياكد ان الفريق جاهز كله بالعناصر كامله وان هو قادر ان شاء الله يفوز بكل بطولات الموسم الجديد. احنا كمان يا كابتن محمد بنقولك ان كلنا ثقه في لعيبتنا وعارفين ان حضرتك عملت مباريات وديه كتير جدا ودي كانت طريقتك في ان انت تجهز لعيبتك وتاكد على الخطط الفنيه اللي انتوا متفقين عليها. ان شاء الله الفوز السنه دي وتحققوا كل البطولات زي ما حضرتك بتتمنى. اما عن سيدات الطايره كمان بيستعدوا للموسم الجديد وكابتن حمدي صافي انهى تقريبا خلاص التدريبات او الشغل البدني المطلوب وتاكد انه لعبته وفتيات الذهب بدنيا جاهزين ان شاء الله لخوض مباريات وان هم اكيد يبقوا دايما فتيات الذهب ودايما في المقدمه. دلوقتي التركيز كله على الخطط النواحي الخططيه والفنيه ان شاء الله للاستعداد للموسم الجديد. واخيرا بقى معانا كره اليد رجال اللي هيختتم تدريباته النهارده استعدادا لمباراتين مهمتين بكره وبعد بكره الخميس والجمعه امام سبورتنج وسموحه. عايزه افكركم بس ان الفريق كان فاز في الجوله الماضيه امام طلائع الجيش وهليوليد وان شاء الله يبقى نفس الشيء المره دي امام سبورتنج وسموحه لان هما فرقتين اكيد محترمتين واكيد التوفيق ان شاء الله لكل الفريق. كابتن طارق محروس كمان المدير الفني هيعقد النهارده محاضره مهمه مع لاعبته علشان ياكد على كل النواحي الفنيه والخططيه المطلوبه منهم وان كل لعيب مطلوب منه ايه امام سبورتنج وسموحه ان شاء الله. يعني دي يا نهواندو يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده من داخل مقر الرئيسي بالنادي الاهلي بالجزيره. بنتمنى ان الويك اند ده ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي يمكن من النهارده لحد اللي جاي ان شاء الله في اول حلقه من 10 الصبح في الاهلي نبقى بنبارك لكم على فوز النادي الاهلي في جميع فرقه بكل الماتشات اللي هتتلعب الويك اند ان شاء الله. بشكركم جدا والعوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو. والله احنا بنامل ذلك يا منى. شكرا ليك على هذه يعني التغطيه الرائعه. شكرا جدا. نروح بقى مع حضراتكم لمقر جريده الشروق وزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هنتابع معها اهم الاخبار الرياضيه والمانشيتات في كافه الصحف والمواقع واللي يمكن من ابرزها منشط في سجع كده ملحوظ في جريده الجمهوريه. المنشط بيقول منتخبنا تخطى الجابون ببركه قفشه والفرعون. مريم ايه التفاصيل؟ خشي علينا بيها. صباح الفل عليك. اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم. بصبح عليك يا نهاندو وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريدة الشروق. زي ما انت قلت يا كريم احنا هنبتدي بهذا السجع تحديدا من جريدة الجمهورية وهو العنوان الأول اللي معانا النهاردة منتخبنا تخطى الجابون ببركة قفشة والفرعون. الحقيقة يعني زي ما شفنا كلنا امبارح يعني اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة يعني كارلوس كيراش مشواره رسميا بالدور الاول بالتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022. ده طبعا بعد تغلبه على نظيره الجابوني بنتيجه 2-1 في المباراه اللي شهدناها كلنا امس. طبعا يعني احرز هدفي المنتخب محمد مجدي قفشه من ركله جزاء ويوهان اوبيانج لاعب الجابون بالخطا في مرماه في الدقيقتين الرابعه وال 74 فيما أحرز للجابون ألفينا في الدقيقة 54 وخط طبعا المنتخب الوطني هذه المباراة بالقوة الضاربة لا سيما يعني أن هذه المباراة كانت محسومة أو زي ما احنا بنقول تحصيل حاصل ولكن كيراش كان ليه وجهة نظر أخرى علشان يتصدر إلا مجموعة بفارق نقاط وهو ده اللي حصل بالفعل لأن مصر بعد هذه المباراة تصدرت المجموعة برصيد 14 نقطة والجابون جاءت في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن ليبيا وأنجولا الرابع والأخير بخمس نقاط. يمكن كيراش كان لي وجهة نظر معينة في يعني الدفع بلاعبين غير أساسيين في هذه المباراة. يمكن كل اللاعبين تحت الاختبار بالنسبة لكارلوس كيراش زي ما احنا شفنا امبارح وشايف ان التدويرة اللي حصلت في المباراة كانت مفيدة جدا. يمكن التجانس ما كانش من بداية المباراة بسبب ان يعني اللاعبين بيخوضوا او يعني بينزلوا لأول مرة ضمن صفوف المنتخب الوطني ولكن شايف ان جاء هذا التجانس سريعا وده اللي كان بيأمل فيه وبرضه حقق النتيجة مطلوبة منه بالنسبة لكيراش.
ومن الرياضية الأخضر ينتصر برأسية. قادت ضربة رأسية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الفوز للمرة الأولى في التصفيات الأسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكانت في مرمى فيتنام أمس خلال المواجهة اللي انتهت طبعا بنتيجة 1-0. وجاء الهدف عن طريق صالح الشاري بعدما ارتقى لكرة عالية أرسلها فهد المولد عند الدقيقة 31. وسبق الأخضر السعودي أن سجل هدفا من ضربة رأس عبر ياسر الشهراني أمام فيتنام، يعني زي المباراة، وطبعا اللي أحرزها أو انتصر فيها بنتيجة 3-1، ولكنه لم يكن حاسما مثل مباراة الأمس. ويعني يعد هدف الشهري هو التاسع للمنتخب السعودي خلال 6 مباريات خاضها في التصفيات النهائية، والرابع في الشوط الأول. وبهذا الهدف عزز الأخضر السعودي صدارته للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، فيما بقى منتخب فيتنام في المركز الأخير من دون نقاط. ومن روسيا اليوم، يعني يمكن في تقرير مهم جدا بيعرفنا على المنتخبات الأوروبية العشرة المتأهلة إلى مونديال 2022. ده طبعا بعدما أسدل الستار أمس الثلاثاء عن الجولة العاشرة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022. عن المجموعة الأولى طبعا صربيا وصفتها البرتغال، والبرتغال هتلعب في الملحق. عن المجموعة الثانية إسبانيا وصفتها السويد، والمجموعة الثالثة سويسرا وصفتها إيطاليا، والمجموعة الرابعة فرنسا وصفتها أوكرانيا، والمجموعة الخامسة بلجيكا وصفتها ويلز، والمجموعة السادسة الدنمارك وصفتها اسكتلندا، والمجموعة السابعة هولندا وصفتها تركيا، والمجموعة الثامنة كرواتيا وصفتها روسيا. أيضا عن المجموعة التاسعة إنجلترا وصفتها بولندا، وأخيرا المجموعة العاشرة ألمانيا وصفتها مقدونيا الشمالية. أخيرا من جريدة الشروق، مانشيني واثق من قدرة إيطاليا على تجاوز الإحباط والتأهل لمونديال 2022. أبدى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي يعني الثقة الكبيرة في قوة فريقه، ده طبعا رغم ضياع فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022 والاكتفاء بالسعي والتأهل من خلال الملحق المؤهل. ويعني يمكن سقط المنتخب الإيطالي بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا في فخ التعادل السلبي مع منتخب أيرلندا الشمالية في بلفاست، فيما حقق المنتخب السويسري فوز كبير على نظيره البلغاري يعني 4-0 ليتأهل الأخير مباشرة إلى النهائيات. ويمكن كان في لمانشيني بعض التصريحات اللي نقلتها جريدة الشروق عن موقع فوتبول إيطاليا: أنا محبط، وأضاف أيضا لقد جعلنا الحياة صعبة بالنسبة لنا، وكان يجب حسم التأهل منذ مباراتين على الأقل. كانت لدينا فرصة لم نستغلها، الآن يجب علينا أن نتقدم بخطى ثابتة لأنه ما زال هناك فرصة للتأهل لكأس العالم. وتابع مانشيني في تصريحاته أنه أنا مؤمن بأن فريق عظيم، بأننا فريق عظيم، وأنها لحظة صعبة، لقد أضعنا التأهل الذي كان في أيدينا. دي كانت كل أخبارنا الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل صالة التحرير جريدة الشروق. بشكركم جدا، كلمة ليكم مرة أخرى. احنا اللي بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، والى الرياضه العالميه يا حضراتكم. بص بقى الخبر اللي جاي الخبر اللي جاي ده خبر يعني اثار غضب ناس كثيره جدا، بنتكلم هنا دوليا كمان على السوشيال ميديا تحديدا، وكمان الصحف المختلفه وتحديدا الانجليزيه، لان الموضوع اصبح متكرر في الفتره الاخيره بشكل كبير. لاعب فرنسي دولي بيواجه اتهامات بالاغتصاب، هو اسمه بنجامين ماندي، اكيد حضراتكم عارفينه، هو لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي. بيواجه هنا تهمه واحده كريم، تهمتين، لا بيواجه 6 تهم كلها يعني زي ما النيابة بتتكلم مزاعم بالاغتصاب، وكلها صادرة من 4 سيدات اتهموه بوقائع اغتصاب في الفترة ده، بنتكلم من أكتوبر 2020 لغاية أغسطس 2021. حاجة غريبة
حاجة غريبة ان احنا نسمعها، وعلى فكرة دي مش اول حادثة يعني من نوعها، احنا سمعنا الموضوع ده من لاعبين كبار جدا قبل كده. اللاعب تم ايقافه من نادي مانشستر سيتي طبعا، وتم احتجازه في سجن ليفربول لحين انتهاء التحقيقات هناك. الموضوع مش هزار يعني، ما فيش حاجة اسمها ان حد يتم اتهامه بقضية زي كده او تهمة زي كده وان هو يكمل حياته عادي لحين بقى انتهاء الاجراءات. هناك على طول انت بتتحبس لغاية لما يتم البت في امرك، وده عندنا في مصر، عندنا في اي دولة محترمة فيها قوانين يعني. اللاعب ده كمان بيلعب مع مانشستر سيتي من عام 2017 وانضم للفريق وكان جاي من موناكو، احنا بندي حضراتكم للي مش عارف هو مين. لكن الغريب، الغريب ان يعني الموضوع اصبح متكرر مؤخرا يا كريم، وعايزين نعرف السبب. يعني برضو غريبه ان انت تسمع عن قضايا زي كده من لعيبه يعني كوره او رياضيين. يعني احنا ممكن نسمع عن ده من ناس عاديه، لكن تتكلم عن رياضيين مفروض ان هم عندهم صفات مختلفه، مفروض ان هو فكر مختلف، مفروض الناس دي بتبقى ايدلز زي ما بيتقال، او يعني يعني بيتضرب بيهم المثل يعني. ف انا مستغربه جدا، بس خليني اروح مع حضراتكم برضو ان لازم تعرفوا الصحف العالميه بتتكلم ازاي. من ذا جارديان، والمنشط ده تكرر في معظم الصحف: مانشستر سيتيز بنجامين ماندي تشارجد وذ تو اديشنال كاونتس اوف ريب، تم يعني اتهامه في قضيتين اغتصاب اخرين، ومفروض ان هو كمان الكراون بروسيكيوشن سيرفيس هاز كونفيرم، ده زي النيابه العامه عندهم هي اللي اكدت هذه الجريمه. يعني هو كان عنده 4 وضاف ليهم 2، حاجه غريبه جدا. لا لا يعني حاجه صعبه. اندبندنت برضو نفس المانشيت: بنجامين ماندي مانشستر سيتي بلاير تشارج وذ تو اديشنال كاونتس اوف ريب. يعني حاجه محزنه، وعايزه اقول لحضراتكم يعني الناس هناك المواضيع دي عندهم صعبه برضو، مش عاديه يعني، مش اللي هو تهمه عاديه وخلاص. لا، الناس انتفضت، الصحافه بتتكلم والصحافه متابعه، السوشيال ميديا لو حضراتكم دخلتوا دلوقتي على تويتر تحديدا هتشوفوا غضب كبير جدا من هذا اللاعب. ف ما اعرفش، في علامه استفهام على اللي بيحصل مؤخرا تحديدا من لعيبه او رياضيين، يعني حاجه محزنه. وعلى رايك الموضوع ده كمان متكرر ودايما مرتبط بنجوم، مش مجرد رياضيين عاديين، احنا بنتكلم على نجوم وايقونات في رياضات مختلفه، والمفروض ان الرياضه اخلاق يعني. ده اللي احنا نعرفه بالظبط كده يعني، هم ضربوا المبدا ده في مقتل الحقيقه. انت لسه بتقول على محمد صلاح يعني، انت لسه بتقول، او حتى كريستيانو على فكره، كريستيانو رونالدو من الشخصيات برضو الرياضيه اللي عندها انسانيه بشكل كبير جدا، بيعمل حاجات كتيره قوي كويسه يعني على سبيل المثال. فده اللي احنا نعرفه، او دي الايكونز اللي احنا بنتابعها واللي المفروض الاجيال بتتعلم منها الصغيره، لكن حاجات زي كده مش حلوه. لا، وفي كمان منوعات ثانيه يعني، في قضايا ثانيه مثلا او مشاكل اجتماعيه ثانيه، تسمعي عن قصص خيانه فظيعه جدا في بعض الاحيان، بيبقى الاثنين لعيبه من نفس الفريق مع بعض يعني، فشيء غريب. بعدين الغريب كمان ان هم يعني كون ان هم نجوم عالميين في الرياضه، وكون ان الثقافه في الغرب مختلفه كتير عن عالمنا العربي، فهم في الحالتين مش محتاجين يعملوا النوع ده من الامور. ف على كل الاحوال طبعا اكيد ظاهره مرفوضه تماما، وهياخد عقابه انتبهها طبعا. صحيح، تمام. نروح بقى لخبر مختلف تماما. تخيلوا حضراتكم لما يكون الواحد يعني ايه نجم وبطل عالمي في رياضه من الرياضات، وعنده ماتش مهم وتروح عليه نومه. ده حصل بحذافيره يعني مع نجم من نجوم التنس العالميين، وبدل ما يروح الماتش قبلها باربع ساعات على الاقل يا دوب يوصل قبل الماتش مباشره. ده اللي حصل مع اللاعب الروسي اندريه روبليف، وهو طبعا المصنف الرابع عالميا في رياضه التنس للرجال. حكى للصحفيين اللي حصل معاه بالظبط قبل مباراته اللي فاز فيها على منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. قال قبل الماتش بحوالي 5 ساعات قلت اريح بالبلدي كده، قال لك ايه اريح، فدخلت اريح شويه على السرير وانا مش متعود انام بالنهار اصلا. المهم راحت عليه نومه ومحدش صحاه، وقال ان الغريب ان المنبه بتاعه رن اكتر من مره، بس كل مره كان بيصحى فيها ويفتح عينيه بيبقى فاكر ان ده المنبه بتاع الصبح. قال لك الصبح يعني لسه بدري، اما اريح شويه كمان. المهم تريحه في ضربه منبه، تقيله في ضربه منبه، لغايه لما في الاخر خالص صحي واستوعب انه عنده ماتش، وان الماتش مش باقي عليه غير اقل من ساعتين. يا دوب لبس وجري وخد بعضه ووصل على ميعاد المباراه، و
مباراه مهمه على فكره، مش اي مباراه كمان، والنوع ده من المباريات لازم اللاعب يكون موجود منها يعني قبل منها على الاقل بثلاث ساعات، لكن هنقول ايه، او راح ولحق وفاز كمان. دي بقى النقطه بقى اللي احنا يعني عايزين نقف عندها، ان هو قدر ان هو يفوز رغم كل ده، بس حلو ان هو صريح برضه. لذيذ، هو لذيذ. عارف لو حد تاني هيقول لك اصل الطرق كانت واقفه مثلا، الدائري في مشاكل. لا وبعدين على فكره ده عنده ماتش جاي، مباراته اللي جايه مع نوفاك جوكوفيتش اللي هو المصنف الاول عالميا، فما ينفعش تروح عليك نومه تاني يعني. ده اللي عايزين نقوله، ماتش مهم كده. الفقرة الأولى خلصت، هنروح فاصل وبعد كده هنرجع مع فقرتين نحوريتين، هيكون معاكم كريم في الفقرة الأولى وفقرة التغذية العلاجية. وعايزة بس أوصيك على حاجة تسألها للدكتور. عينيا الاثنين. لا، في مشكلة بتواجه البعض، وناس كتير سألتنا عن النقطة دي، فكرة هنا الهرمونات اللي بتبقى موجودة عند بعض الأشخاص اللي بتأدي لزيادة الوزن. يعني أنت مش شرط تكون بتاكل كتير أبدا، لكن في عندك هرمونز معينة هي اللي بتسبب، أو الغدة مثلا هي اللي بتسبب في زيادة الوزن ده، نعمل ايه، نعالجها ازاي؟ دي نقطه يا ريت تبقى تستفسر منها يعني. ده انا هبتدي لك الحوار بالنقطه. اوكي ماشي، نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بحضراتكم، عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي، واولى فقراتنا الحواريه، وفقره اعتقد هتكون مهمه لكتير جدا دائما ما كانش لكل حضراتكم. ليه؟ لان احنا هنتكلم من خلالها باختصار شديد عن اللي عايز يزود الوزن يعمل ايه، اللي عايز ينقص في الوزن يعمل ايه، اللي عايز يثبت وزنه يعمل ايه، طبعا الى جانب التغذيه في فصل الشتاء بصفة خاصة. وكنا لسه بنقول أنا ونهواند لحضراتكم في لينك من اللينكات اللي فاتت، إن في ناس كتير بتبقى فاهمة بالغلط إن طالما الشتاء جه والواحد عايز يدفى فلازم ياكل كتير وياكل نوعيات معينة من الأكلات. عموما دي يعني مجموعة بسيطة من الاستفسارات اللي أكيد هنتوجه بيها لضيفتنا اللي منورانا النهاردة الدكتورة ريهام صفوت، أخصائي التغذية العلاجية. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل، أهلا بيكي، أخبارك إيه، منورانا. ميرسي، ده نوركم. ربنا يخليكي يا دكتور. أنا هستأذنك هبتدي بسؤال عشان هواند موصياني أبتدي مع حضرتك بالسؤال ده. أوكي. وبرضه هو بطبيعة الحال سؤال مهم، الناس كتير من اللي بيشوفونا، هو في ناس مش شرط تكون بتاكل كتير ولكن بتزيد باستمرار لا لشيء غير لأن طبيعة الهرمونات اللي عندها بتخليها ميالة للسمنة؟ أكيد. هو الموضوع في نقص أو زيادة الوزن ليه عوامل كتير جدا غير الأكل. يعني إحنا ممكن نكون مقللين الأكل جدا، ما بناكلش حلويات، ما بناكلش بالليل، ومظبطين نفسنا جدا، ونلاقي إن إحنا عمالين نزيد في الوزن. وده شكوى أنا بسمعها كتير جدا. التغيرات الهرمونية مثلا، هدي مثل، الفتره ما قبل انقطاع الدوره الشهريه عند الستات مثلا، بتلاقي انه هبوط مستوى الاستروجين بيخلي دايما في زياده في تركيز الدهون وتغير شكل الجسم. يعني بقت السمنه بدل ما شكل الستات زي ما انا هقول بعد كده، انه بدل ما شكل الستات هو شكل الكمثرى، لا بدات تبقى شكل التفاحه، اي انه الدهون بدات تتركز اكتر في منطقه البطن. نيجي نشوف مثلا تغيرات الغدة الدرقية، بدأ يزيد الوزن واحنا مش عارفين في ايه، عمالين نقلل الاكل بتاعنا، نقلل الاكل بتاع، وصلنا ان احنا بناكل وجبتين في اليوم ومع ذلك بنزيد وفترة قليلة جدا. لازم نتشك الغدة الدرقية ونشوف فيها ايه، لانه برضو نقص مستويات التي 3 والتي 4 والكالسيتونين اللي بيفرزهم الغدة الدرقية بيأثر جدا على عمليات التمثيل الغذائي. بتهيألي التشك اللي لازم الواحد يعمله على الغدة الدرقية للحالتين، للي حاسس ان هو بيقص زيادة، ده حقيقي، لان برضو او زياده الوزن بدون مبرر في فتره صغيره. طبعا لقوا انه نقص فيتامين د، وده عليه كلام كتير جدا واقاويل كتير جدا الفتره اللي فاتت، نقص فيتامين د برضو بيؤدي الى نقص عمليات التمثيل الغذائي، نقص امتصاص الكالسيوم، فكله برضو مرتبط ببعضه. الحقيقه انه كمان الستريس، احنا كلنا دي نقطه بنغفل عنها، وبيعمل نتيجه عكسيه مع نوعين من البشر. في ناس تبقى ستريست او متضايقه تاكل بفظاعه، وفي ناس بتفقد الرغبه. اللي تمام. بيحصل انه افراز الكورتيزول بيبقى زياده في الجسم، وده من ضمن الستريس هرمون. وطبعا الناس اللي ما بتنامش بصوره كافيه، الناس اللي هي على طول في عندها حاجات شغله بالها وتفكير، الناس اللي هي ما بتاخدش راحه، جسمها ما بيرتاحش، كل الناس دي الستريس ده لقينا انه المستوى بتاع الكورتيزول بتاعهم بيبقى عالي جدا، وبالتالي تخزين الدهون في منطقه البطن بيبقى بصوره كبيره جدا. والناس دي تعمل ايه في الحاله دي؟
ما لازم بقى نبتدي نشوف هل احنا محتاجين ان احنا نروح لدكتور نفسي، هل محتاجين ان احنا نعمل ميديتيشن، يعني ممكن نمشي، ممكن ان احنا نمشي في مكان مفتوح، ممكن ان احنا ناخد اجازه، ممكن ان احنا ناخد قسط من الراحه. يعني البدن ليه حق علينا، يعني لازم نرحم نفسنا بالبلد. لازم لازم أوكي. لازم، لانه طبعا الكورتيزون من الحاجات اللي الناس برضو مش فاهمه ان انا عدم النوم او ان انا مفحوطه في الشغل او ان انا بشتغل اكتر من 12 ساعه، الكلام ده كله بيأثر جدا على عمليات الحرق. يبقى احنا قلنا احنا ادينا امثله بسيطه جدا كده للهرمونات اللي ممكن تأثر على الحرق بتاعنا، بغض النظر انت بتاكل سليم ولا مش سليم، ده موضوع تاني. جميل. طيب دخلت الشتاء، وحضرتك ادرى مني مليون مره بان في ناس كتير بتبقى معتقده ان الشتاء يستدعي اكل معين بكثافه معينه، يعني كواليتي وكوانتيتي الاثنين، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ وايه الاكلات المثاليه اللي ممكن نحس من خلالها بالدفى من غير ما نزيد في الوزن؟ طب تعالى اقول لك خبر حلو كده، يعني يا ريت الناس ايه تاخده كده مني وتتامل فيه. فضلت. هو الشتاء مفروض الناس تخس فيه على فكره. ليه الناس تخس؟ لانه احنا طبيعي الجسم بيرفع طاقته او بيرفع معدل الحرق بتاعه علشان يقدر يدي حراره علشان نحس بالدفى. تمام. يبقى اذا احنا لو ما عملناش الحاجات اللي احنا بنعملها في فصل الشتاء دي هنطلع من الشتاء خاسين، مظبوط. بس ايه اللي بيحصل في الشتاء؟ اللي بيحصل ان احنا قاعدين من غير حركه، اللي بيحصل ان الليل طويل فطبعا احنا قاعدين بناكل فتره اطول. طب. اللي بيحصل ان احنا فتره الصبح دي ممكن ما نفطرش، ممكن ما ناخدش وجبات سناكس مثلا او وجبات بينيه في النص، ونيجي على بالليل بقى نلتهم الدنيا بحجه ان احنا في الشتاء. طب ما انا ابدل الحاجات الغلط اللي انا بعملها بحاجات مظبوطه. نمره واحد، تعالى نفطر وجبه فيها نشويات، وجبه فيها بروتين ودهون صحيه، ده هيديني طاقه لفتره طويله. حلو. على بال ما اجي وجبه الغداء هبقى مكتفيه بكميه الغداء اللي فيها برضو بروتين ونشويات معقده وفيها دهون مظبوطه. طب هاجي بالليل بقى وانا قاعده كده قدام التلفزيون، انا بدل ما هاخد مثلا شوربه فيها دهون كتير واكل طبق مكرونه عالي الدهون، اخد بقى حاجات دسمه جدا، لا انا ممكن اخد طبق شوربه عدس من الحاجات المعروفه جدا بالنسبه لنا اللي هتحسسنا ان احنا عندنا طاقه وان احنا هتدي حراره لجسمنا. شوربه الخضار نفس الكلام، هو انا لازم اضيف لها دهون؟ لا. طب والكاكاو والسحلب معانا برضو في الشتاء ولا ايه وضعه؟ اه معانا على فكره، مش مشكله معانا جدا. بس انا عايزه اقول حاجه، احنا اللي بنحط سعرات زياده. يعني كوبايه السحلب فيها 300 سعر، حلو، انا هضيف لها بقى مكسرات، هضيف لها فول سوداني، ده هيزود طبعا السعرات بتاعتها. طب ما تيجي اعمل السحلب ده بدل ما اعمل في الكوبايه دي مثلا معلقتين كبار احط معلقه واحده، بدل ما احط لبن كامل الدسم احط لبن خالي الدسم، او احط اللبن يعني كامل الدسم. ناكل ونشرب اللي احنا حابينه بس نعمل منوره، يعني بالظبط نتحايل. نعمل لبن خالي الدسم ونزود سوري كامل الدسم ونزود عليه شويه ميه. تمام. ممكن بدل ما احط مكسرات مش محمصه نيه وازيد من قيمته الغذائيه ويبقى وجبه عشاء كامله. هي المحمصه بتزود الوزن ولا لا؟ لا 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 مش قصدي كده، قصدي ان احنا بنضيف الاوميجا اللي احنا محتاجينها اوميجا 3 فبصوره جيده، فانا باخد وجبه متكامله. طيب بدل ما اضيف سكر كتير ما احط سكر دايت، او ان انا احلي بمعلقه عسل. الكاكاو، تعال اختار الكاكاو الخام. الكاكاو اللي هو فيه مضادات اكسده وفيه سيلينيوم وفيه ماجنيزيوم، يعني حلو، حلو جدا طبعا مفيد. يبقى انا ما عملتش حاجه، انا ما بوظتش الدايت، انا بالعكس انا اتدفيت وخدت حاجه بحبها زي الفل. طيب انا شايف في في ثلاث رجاله معانا في ثلاث رجاله قاعدين معانا، نقولهم مساء الخير. اول حاجه ده عايزه اتكلم هنا على السمنه. طبعا احنا بنشخص السمنه بمؤشر الكتله البادي ماس اندكس، بنقول انه مؤشر الكتله لو اكتر من 25 ده في حاله زياده وزن، واكتر من 30 ده في حاله سمنه. طب هل ده الطريقه الوحيده اللي بشخص بيها السمنه؟ لا طبعا، لاني لازم اشوف السمنه دي نوعها ايه او شكل الجسم ايه، وده الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الهرمونات وتاثيرها على شكل الجسم. هي السمنه انواع؟ اه طبعا السمنه انواع. انا زي ما قلت لحضرتك الستات شكل الجسم بتاعهم شكل الكمترة. شكل الكمترة يعني الدهون متركزه اسفل السره والارداف. الرجاله شكل التفاحه وده الاخطر، لان السمنه كلها متركزه في منطقه. في رجاله اقرب للبطيخه ان جيتي الحق. يعني ده حقيقي خطر جدا. هم مش بيتابعوا نصايح حضرتك اللي بتتكلمي عنها. خطر جدا. بس نيجي نتكلم بقى على انه كمان في نوع تاني من الدهون خطر. انا عندي هنا الراجل ده شكله طبيعي. عندي دهون اللي هي الاصفر
الاصفر ده تحت الجلد دي اسمها سبكوتينيوس فات، وفي دهون تاني اللي هي بتبطن الاورجنز او الاعضاء الداخليه دي اللي اسمها الفيسرال فات. كل ما زادت الفيسرال فات كل ما احنا هاي ريسك لامراض كتير زي السكر من النوع الثاني، زي الكوليسترول، زي الضغط، زي الالزهايمر، زي كانسرز كمان. فاحنا لازم ناخد بالنا. على فكره في ناس ممكن تكون رفيعه بطنها فلات جدا لكن هي عندها سمنه في الاحشاء اللي هي الفيسرال فات، بنقول عليهم الثين انسايد فات اوت ثين اوت سايد فات انسايد. فلازم نخلي بالنا انه ده بدا اهو يظهر له الدهون الداخليه. ثم هنا بقى السمنه سواء السبكيوتينيوس فات عاليه او سواء الفيسرال فات عاليه ودي اللي هي السمنه المركزيه. طب اعرفها ازاي؟ طبعا احنا عايز اقول لحضرتك انه في طبعا اشعه بتتعمل ويمكن تكون مكلفه، لكن بالطريقه البدائيه دي احنا بنقيس دوران الوسط اللي هو بناخد بالمزوره كده من عند السره، والارداف بقيس المسافه بين العظمتين، اعلى عظمه الفخذ الحوض بقيس المسافه دي وبقسمهم على بعض. أوكي. طيب ايه اللي هيطلع لنا بقى؟ نشوف كده، ممكن دي نشيلها، دي ممكن نعمل كده. طيب الهيلث ريسك احنا قلنا ان كل ما زاد الدوران الوسط على الارداف كل ما احنا هاي ريسك الامراض. فاحنا الريسك ده بيقل لو هي 0.8 او اقل عند الستات او 0.95 عند الرجاله. طب الريسك ده بيبقى متوسط لو النسبه من 0.81 ل 0.85 عند الرجاله، من 0.96 ل 1 الريسك ده بيبقى هاي، واعرف ان انا قربت ان انا في مرحله ما قبل السكر او الكوليسترول او الضغط هيعلى لو 0.86 اكتر فاكتر عند الستات، 1 فاكتر عند الرجال. تمام، ياس سهل جدا، ممكن كلنا نقوم نقيس كده ونشوف احنا هاي ريسك ولا لا. وده ما يخليناش مضطرين نعمل الاشعه، يعني لو اضطرينا طبعا الطبيب في وقت من الاوقات بيبقى محتاج ان هو يعمل اشعه بس للتسهيل. تمام. نيجي هنا نتكلم بقى على الستة تايبس اوف فات. بص هنا متركزه في كل الجسم. اوكي، وده عاده بيحصل نتيجه اضطرابات هرمون الثايروكس، اضطرابات الثايرويد جلاند، او انه الغده الدرقيه بيبقى فيها اضطرابات اللي هي السمنه بتبقى واخده الشكل كله. أوكي. وساعات كمان مع الكورتيزول بنلاقي انه بتزيد السمنه في منطقه الظهر، بتزيد في منطقه البطن والارداف. طبعا هنا اللور ابدومن ده طبعا برضو مع الستريس ممكن يظهر مع الكورتيزون. طبعا ده اقرب بقى للكرش الكلاسيكي اللي بنشوفه. بص اصلا هو كاتب لك ايه؟ كاتب لك انه ده بيحصل مع عدم الحركه. ما هو واحد قاعد على مكتب طول الوقت، عضلات بطنه ضعيفه، هو عمال يخزن في دهون فقط لا غير، وبالتالي هو ده المنظر اللي هيبقى موجود في الاخر. حلو، قبل بقى ما نكمل هستاذن حضرتك بتفصيله كده، ازاي يعني اللي عنده النوع ده من المشكلات تمام يتخلص ازاي من الدهون في الحاله دي او في الحاله دي او في الحاله دي؟ طيب نمره واحد، انا يعني انت مثلا عندك ده، احنا هنقول ان ده عنده ستريس وعنده كورتيزون عالي، زي ما احنا قلنا نمشي كل يوم من نص ساعه ل 60 دقيقه. أوكي. نمره اتنين، لازم ابعد عن الحاجات اللي بتعلي سكر الدم، يعني ابعد عن السكريات البسيطه، ابعد عن الدهون الغلط، اختار دايما دهون نافعه، اختار مثلا زيت الحار، زيت الزيتون، اختار المكسرات. مش قادر اشتري مكسرات، ممكن اشتري الفول السوداني، جميل وفي متناول ايدينا كلنا. حلو. ايه بالمناسبه ايه السكريات البسيطه؟ السكريات البسيطه العيش الابيض المعموله بالدقيق الابيض. أوكي. المعجنات، الحاجات الحلوه اللي احنا ان هو سكريات معناها حلويات بالضروره؟ لا مش شرط. فانا بتكلم على مثلا الحاجات اللي هي المقرمشات بقى والحاجات اللي هي معموله المعجنات والحاجات دي كلها غلط جدا، لانه ده طبعا هي على فكره فيها دهون وفيها نشويات، لكن انا عايزه اقلل جدا من النشويات البسيطه والدقيق الابيض اللي انا بستخدمه، استخدم بداله بقى الدقيق البني، العيش البني، التوست اللي هو بالحبوب الكامله، البليله، الشوفان. وده الثلاث انواع يعملوا اللي حضرتك بتتكلمي عنه. طبعا. أوكي. طبعا. طيب نيجي نتكلم هنا بقى، ده تأثير هرمون الاستروجين. أوكي. وده طبعا بيخلي الدهون بتتراكم في منطقة الفخذين ومنطقة ما تحت السرة. هنا ده طبعا برضو بنقول الشرب الكتير اللي هو الكحول الكتير او كده، وده مش موجود عندنا. طبعا هنا برضو وقت اضطرابات الهرمونات وقت الحمل او ما بعد الحمل او الرضاعة. يبقى احنا عندنا اشكال الجسم دي كلها ممكن تدل احنا عندنا مشكله ولا لا.
والجرافز دي او الرسومات دي بتبين برضو واقع ملموس. في ناس لما بتزيد في اماكن معينه بالظبط، وفي ناس بيبقى عندها نوع او نوعين من دول كمان، يعني خلي بالك والله. في ناس بتيجي عندها المشكلتين يعني واخده الاثنين شيب أوكي. فلازم ناخد بالنا كل واحد كده يقف قدام المرايه يقيم نفسه انا ايه مشكلتي. هتلاقي المشكله غالبا في الاكل الغلط، اكل المواد الحافظه، الاكل من الشارع، الدهون الغلط، النشويات الغلط، كل الكلام ده هتلاقي السمنه متركزه في منطقه البطن، وده بيؤدي الى مرحله ما قبل السكر ثم السكر ثم ارتفاع الكوليسترول ثم مشاكل القلب والشرايين. طب احنا لغايه دلوقتي دكتوره بنتكلم عن الرجال والسيدات البالغين والبالغات، طب الاطفال هل ينطبق عليهم اي رسمه من دول؟ على فكره الاطفال دلوقتي بقوا كل اكلهم تقريبا من الشارع طب. نمره 2 وما بيحبوش اكل البيت، مالين الدنيا مقرمشات من النوع اللي حضرتك بتتكلمي عليه، ما بيحبوش اكل البيت صحيح. نمره 2 مفيش حركه، نمره 3 مفيش شرب ميه، نمره 4 خضار وفاكهه مفيش، يعني الياف مفيش، يعني كل اكلهم عباره عن كل شربهم عباره عن عصاير عباره عن حاجات محفوظه ومواد حافظه. فهم احنا بقينا بنشوف السكر من النوع الثاني والكوليسترول في اطفال عندها 10 سنين للاسف. يا ساتر. فاحنا لازم نخلي بالنا كويس قوي لانه الجسم ده بدا يتاثر بيه الاطفال وبدا يبقى نفس الشكل، ان بتلاقي العيله كامله نفس الشكل قاعدين بنفس الطريقه، نفس شكل البطن، نفس توزيع الدهون. صحيح. طيب ايه الوجبات النموذجيه اللي بغض النظر مش هتكلم على فئه عمريه بعينها، بس ايه الاكل الحلو اللي ما نتحرمش من خلاله من الحاجات اللي احنا عندنا شهيه تجاهها؟ نفس التكنيك اللي حضرتك اتكلمت فيه على السحلب، ان احنا ممكن نشرب السحلب لو بنحبه بس نعمل منوره ما، هل الكلام ده ينطبق على الاكل كله؟ ينطبق على الاكل كله. بص مفيش حاجه ممنوعه في المطلق ومفيش حاجه مسموحه في المطلق. يعني ما اجيش اقول، يعني انا افتكر حد مره قال لي زيت الزيتون، مش زيت الزيتون قلته ان هو مفيد، ما انا ممكن بقى احط نص لتر في اليوم. مين قال كده؟ ما هي دي كلها سعرات مضافه وكل ده زياده، اي حاجه زياده هتتحول في الجسم لدهون وهتتخزن بصوره سيئه. وفي ناس من اللي هم عايزين يخسوا بياخدوا معلقه على الريق، معلقه زيت زيتون، اسمع حاجات زي ده عشان الكوليسترول وعلشان ان هو يساعد في تنزيل الكوليسترول، بس لازم اشوف الاول انا محتاجاها ولا لا واحسبها من السعرات بتاعتي. المهم احنا اول حاجه اليوم بتاعنا زي ما قلت لازم يبدا بوجبه نشويه بروتين دهون، يعني ممكن اخد العيش البلدي مع الفول مع الزيت الحار، ده وجبه جميله جدا. بس فول طبق مش قدره يعني، لا طبق يعني بالظبط على قد النص رغيف. اقصد بتكلم على الكميه، لان في ناس بالنسبه لها يقول لك انا فطرت فول يعني وكانه بيتكلم على طبق في حين ان هو اكل كميات وافره. لا احنا عايزين ان احنا ناخد يعني الكميات المتوسطه. طبعا اللي انا بقوله ده شخص متوسط، يعني انا بتكلم في شخص وزنه من 70 ل 75 كيلو. أوكي. هيزيد عن كده هبقى سعراته اكتر من كده. الواحد لو نشاطه البدني اعلى من كده اكيد هياكل احسن من كده باكتر من كده برضه. تمام. طيب ممكن وجبه بينيه في النص اخد مثلا زبادي مع فاكهه، اجي مثلا على الغداء اخد قطعه البروتين بتاعتي، اخد معاها رز او مكرونه او بطاطس او عيش زي ما احنا عايزين برضو بكميات معتدله بالظبط، وحاجه منهم ما اقعدش اكل رز مع الرز مع العيش مع يعني ما ينفعش. وبعدين اخد الخضار والسلطه بكميات كبيره، ويا ريت ابدا بطبق السلطه لان طبق السلطه بالالياف اللي فيه هيقلل امتصاص الكوليسترول، هيقلل امتصاص السكر الزياده، هيخلي مفيش امساك، هيخلي حركه معدتك مظبوطه، فده هيبقى مفيد جدا ان احنا نبدا دايما بطبق السلطه. أوكي. طيب جيت بقى جعت على بالليل، انا عندي وجبات لطيفه جدا. هو الشتاء جميل قوي كمان في حمص الشام، هو احنا ناسينه ليه؟ حمص الشام ده جميل جدا. وجبه بروتين، وجبه نشويه فيها كمون فيها ليمون، في وجبه جميله جدا بتحسس بالدفء وفي نفس الوقت سعراتها مش كتير. كوبايه الواحده لو اول حوالي 4 أو 5 معالق فيها حوالي 120 سعر، فانت بتاخد وجبه جميله جدا. طيب البليله، البليله واحنا ناسيينها ودي بتاعت الشتاء وجميله، وقعت مننا دي يا دكتوره. طبعا البليله مع كوبايه اللبن ممكن نضيف لها مكسرات، ممكن نضيف لها مثلا زبيب، ده هيضيف لقيمتها الغذائيه بس كتير. مش البليله من المأكولات او من المشروبات اللي بينصح بيها للناس اللي عايزه تزود وزنها؟ لا مش لسه بقول لك ان احنا المفروض نختار النشويات المعقده مش البسيطه، وسالتني ايه هي السكريات البسيطه. طب ما هو البليله دي من نشويات معقده، يعني البليله دي من الحاجات اللي بتدي طاقه فتره طويله، من الحاجات اللي ما بتزودش الوزن، من الحاجات اللي ما بترفعش سكر الدم، يبقى اذا هي مليانه فوائد وفيها الياف طبعا غذائيه وفيها نسبه بروتين، فدي هتبقى وجبه جميله جدا. زي الفل. عايز اسال حضرتك على حاجه برضو اخيرا يا دكتوره بعد اذنك، لان والكلام اللي هقوله لك ده ينطبق على الرجاله اكتر بكتير من السيدات. أوكي. في رجاله اكيله
ومزاجتليه في الاكل. جميل. يعني يقول لك ايه طاجن عكاوي بالمش عارف ايه صينيه بالليل؟ كذا بالليل بالصبح مش فارقه كتير. الناس اللي بتحب النوع ده من الاكل بياكلوه. هو الفكره في توقيت اكلها ولا في نوعيه الاكل نفسه؟ الكوارع والحاجات اللي هي السمينه دي. هو في دراسات جديدة معمولة انه دراسات على الكوارع لا لا حقيقي على الاحشاء نفسها. أوكي. انه ان هي بتساعد جدا في تخفيض الكوليسترول بتاع الدم على عكس ما الناس فاهمة. أوكي. لكن طريقة طبخها برضو هنرجع نقول هو ده اللي بيأثر على سعراتها. لكن مش هاكلها بالليل برضو. يعني انا محتاجة ان انا اكل وجبات خفيفة علشان ما يبقاش فيه سمنة، علشان اقدر ان انا اهضم، على اساس ان انا محتاجة ان انا اهضم الوجبة دي 4-5 ساعات. أوكي. فما ينفعش ان انا اكلها وانام، والا ممكن يجيني مثلا مشاكل في التنفس بالليل، ممكن يجي ارتجاع، وده مش هيبقى صح. أوكي. طيب عشان احنا فاضل عندنا حوالي قولي دقيقه ونص. أوكي. هل في اي رسومات ناقصه ولا احنا كده غطينا كل حاجه؟ لا احنا كده غطينا تقريبا كل حاجه. بس حلو. لازم اقول لاي حد، بص على شكل جسمك، بص على التغيرات اللي حصلت في جسمك في فتره قد ايه، هل هي فتره قليله او في فتره كبيره. لازم تستشير الطبيب علشان نشوف هل في مشكله في الهرمونات او مشكله كمان في الفيتامينات، او في نقص فيتامين، او في اي مشكله عندك. ما تسيبش نفسك لقصه انا بزيد في الوزن ومهما بعمل مش بخس. لا، لو استشرت طبيب هيحاول يعرف ايه المشكله ويقدر ان هو يوصلك للطريق السليم. حلو. احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا بشكل او باخر عن الناس اللي عندهم شهيه عاديه، سواء عاديه او زياده. طب الناس اللي عندها العكس، الناس اللي عندها فقدان للشهيه، فقدان الشهية، احنا طبعا انا ما بحبش ان انا اتدخل بادويه تفتح الشهيه من الاول. لازم ابتدي اشوف المشكله فين، لانك عاده من خلال الخبره بتلاقي انه الناس اللي فقد الشهيه دي بتاكل اي حاجه طول النهار، وبعدين في الاخر بتلاقي الوجبه المفيده مش عايزه تاكلها. فاحنا هنلاقي ايه؟ عصير نسكافيه، ببدا يومي بشاي بلبن، سجاير، سواء بالظبط. طبعا السجاير بتغير طعم الاكل اساسا، وبتغير التيست بودز، او بتغير الريسبتورز بتاعه التذوق الموجوده على اللسان، وبالتالي ممكن تسد نفسك تماما. وبتعلي الحرق على فكره. فهو يعني احنا برضو الناس اللي بتشرب سجاير وعايزه تبتدي تاكل كويس، لازم تقلل السجاير عشان تبتدي تاكل كويس. دي اعتقد نصيحه مهمه لكتير جدا من المدخنين بصفه خاصه. احنا للاسف وقتنا خلص يا دكتوره. نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، امتعتينا وافدتينا كمان بوجودك. نشوفك على خير ان شاء الله، لازم تنورينا تاني باذن الله. هنطلع فاصل لحضراتكم ونرجع مره تانية نكمل كلامنا. اتفضل. الفقره دي هنتكلم فيها مع كابتن عادل اللي منورنا، وفوز مصر امبارح على الجابون 2-1 باداء برضو هنرجع نقول غير مرضي بصراحه. خلينا نبقى صراحة مع بعض عشان نقدر ان احنا نشوف المشكله ونحاول ان احنا نعرف طب هتتحل ازاي برضو من وجهه نظرنا احنا ك يعني جمهور في الاول وفي الاخر. كيروش الى حد كبير جدا الناس شايفه ان هو بيجرب. طيب هل الكلام ده حقيقي ولا كيروش ليه وجهه نظر يمكن مختلفه، وممكن زي ما احنا قلنا كده في بدايه الحلقه نتفاجئ بشيء عبقري على الارض بيتم. على كل حال احنا متاهلين للمباراه الفاصله، وكلام كتير هنتكلمه مع كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الفل. نورنا نورنا يا كابتن بجد. صباح الخير على حضرتك يا كابتن. اهلا بيك. يعني نمشي بقى في سياق الكلام اللي نهاوند قالته من شويه. يعني كنت لسه هسال حضرتك تحب نبتدي بكلامنا عن الاهلي ولا المنتخب، بس بما انها جابت سيره كيروش تعالى يعني نبتدي كلامنا بيه. انا هسال حضرتك على مش مجرد رؤيتك لمباراه الامس بين مصر والجابون عفوا، انا عايز اسال حضرتك على رؤيتك للمنتخب بشكل عام من اول ما تولى يعني مسؤوليه القياده الفنيه ليه كيروش. كيف ترى المنتخب مع كيروش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا برضو ايه هربط ما بين النادي الاهلي وكروش والمنتخب. اتفضل. ماتش الاهلي والزمالك الراجل لعب بطريقه احدث طريقه في العالم. موسيماني كان بيلعب بيها. تمام. لو تفتكر ايام جوارديولا تفتكره لما كان ماسك برشلونه كان بيلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني. هتبص تلاقي الراجل الليبرو اللي في وسط الملعب اللي هو كابتن المنتخب الاسباني دلوقتي بينزل ما بين السردباكين، وبعدين بيبدا الهجمه، وبعدين في المقدمه بيلعب راس حربه وهمي، وده اللي عمله موسيماني في ماتش الزمالك. ماتش الزمالك بقى حمدي فتحي بيسقط ما بين السردباكين في حاله بدايه الهجمه، وفي حاله الهجوم بيبقى ليبرو متقدم. لو تفتكروا ماتش الاهلي والزمالك هتبص تلاقي تاو بيلعب ناحيه اليمين
قفشه او شريف وقفشه ناحيه الشمال. طيب هل شريف كان بيلعب راس حربه؟ لا. ولا كان ناحيه الشمال؟ كان وينج. كان وينج. امتى وينج؟ واحنا بندافع. واحنا بندافع، انما واحنا بنهاجم بيبقى راس حربه. وقفشه بيروح ناحيه الشمال، حريه حركه. وده اللي بيحصل في برشلونه وفي الانديه الكبيره النهارده. السيتي بيلعب ازاي؟ السيتي بيلعب من غير راس حربه، راس حربه وهمي. وتبص تلاقي دايما اللي رايح في مكان راس الحربه باستمرار واحد من في وسط الملعب، وده اللي احنا شفناه ديانج سوليه. سوليه شفنا الجول اللي عمله بالحركه الجميله ديت. ديانج الجول الاولاني كان فين ديانج؟ كان على ال 18. وده اللي بيحصل في الانديه الكبيره، اللي راس الحربه ده بيبقى مش ممسوك. فدي الحاجه دي كروش خدش باله منها. يعني انا يعني شفت امبارح والماتشات اللي قبل كده مثبت الناس كانهم يعني كانهم مثلا اعلام او يعني عصي في الملعب. ما ينفعش، الكره ما فيهاش كده. ومثبتهم في مراكز غير مراكزهم اللي هم بيتميزوا فيها كمان. انا بساله سؤال بس، يعني امبارح ياسر ريان ومروان حمدي وشريف ومروان بيلعبوا ايه؟ لا ده مكانه ولا ده مكانه ولا ده مكانه. وبعدين انا بلعب ماتش تحصيل حاصل. التحصيل حاصل ده انت مش في جمهور عايز يستمتع؟ طبعا. والماتش الكوره ده معمول عشان ايه؟ عشان اوصل. طب اوصل وبعدين؟ ما انا عايز اوصل هلاعب فرق كبيره. ده واضح انها هتبقى مشكله لما نوصل. امال ايه؟ هنلاعب التقايل بقى فعلا. والله العظيم يا كريم، من ايام برادلي وكوبر كنت بقول بنفس الكلام اللي انتم متبنيينه. كنت بقول برادلي ايامها الراجل واخد حوالي، وكان سمير عدلي يمكن كان معاه اداري او مش عارف يعني تقريبا، يعني واخد تقريبا 100 وشويه لاعب. وبعدين لمده 3 سنين ونص جه في الماتش الاخراني بتاع غانا راح واخد ناس ثانيه خالص. كان واخد تمساح، ولو تفتكروا كان واخد تمساح مش عارف مجموعه كده كبيره جدا من اللعيب. جه في الماتش بتاع غانا اللي احنا اتغلبنا فيه فتره كبيره جدا، وحتى الماتش اللي هنا راح واخد ناس ثانيه خالص. نفس الكلام بالنسبه لكوبر، راجل بيدافع وهجمه مرتده. وبعدين الكره والله انها متعه، تستمتع بجمله جميله المدرب حاططها للعيبه بينفذوها. اللي انا بخشاه واللي انتم بتخشوه، لان احنا جمهور وبنعشق مصر، وانا متاكد ان انتم بتحبوا مصر جدا زي اي واحد ماشي في الشارع. احنا لما نقول كروش مش مورينا حاجه فيها تفاؤل. هل احنا كده بنهاجمه؟ عايزين مكانه؟ عايزين مركزه يعني؟ لا، ولا احنا عايزين نطمن؟ بطبيعه الحال حقنا نستفسر، احنا خايفين على منتخبنا، احنا عايزين البطوله، احنا عايزين نصعد، يعني احنا عايزين مشروع. عايزين نطمن ان احنا بلد بحجم مصر. وانا استغربت امبارح حتى التصريح غريب جدا، يقول ان يعني مصر الماضي هو الاهرام وابو الهول. لا، احنا رحنا كاس عالم، من اول الدول اللي راحت كاس عالم 36، صحيح حصلت ظروف، وبعدين رحنا لكاس عالم 90، ورحنا كاس عالم الفتره الدوره اللي فاتت. فمصر ليها تاريخ من دول اكبر الدول في افريقيا اللي واخد عدد بطولات في افريقيا. فانا اذا ماليش ماضي مش هيبقى ليا حاضر ولا ليا مستقبل. التشكيلات اللي هو بيلعب بيها مفيش تثبيت تشكيل. ونمره واحد لاي مدرب بيشتغل مبتدئ، لابد انه اول ما يتولى فرقه يعمل خطوط عريضه ان انا بعمل تثبيت تشكيل. طب ممكن اخد وجهه نظر ثانيه كابتن عادل، يعني ونحاول نحلل اكتر. ممكن ناس تقول لك هو ما بقالوش فتره طويله وهو لسه بيجرب، وحتى هو صرح قال انا عندي 40 لاعب انا بختار منهم 11 ولسه الدنيا ما وضحتش قوي، لسه عندنا 4 شهور كمان او 6 شهور تقريبا، كام 4 شهور لغايه يناير امم افريقيا، يبقى 4 شهور. فالراجل لسه الدنيا ما سبتتش عشان هو يثبت تشكيل. هل حضرتك بتميل للراي ده برضو؟ لا، ولا ده مش مبرر اصلا؟ لا لا لا، الراجل المدرب اللي انا اللي انا جايبه بديله دولارات كتيره قوي خلاص. ودي نقطه تحسب برضو على اللي انا بديله دولارات ده لازم يجي في خلال 48 ساعه يكون لامم القصه. يعني هو موسيماني لما جه كان متالق جدا بصراحه من اول يوم، عمل ايه؟ لا تحسب ليه، تحسب ليه جدا. ده مدرب. وبعدين شوف الفكر بتاعه. وفي اي مدرب في الدنيا بيلعب 7 بطولات بياخد منهم 5، وفي فعل فاعل في دوري وماتش اللي احنا شفناه بتاع طلائع الجيش،
راجل اللي واخد كل البطولات دي بيروح ياخد ثالث عالم وبطولتين افريقيا. راجل بيشتغل مع الجهاز مع الاداره، اداره مع جهاز. للاسف اللجنه اللي بتدير، ودي برضو من الحاجات اللي احنا مشفقين عليها، لان حضرتك ما ينفعش بلد باسم مصر وحجم مصر يبقى اللي بيدير اتحاد الكوره الفيفا. ده لو احنا جزيره، اي جزيره في العالم بيديرها اتحاد كوره وطني في البلد. طبعا احنا بقى لنا سنتين ونص اللي بيديرنا الفيفا، واحده في الفيفا بتديرنا وبتعين الناس. فطبعا دي الامور دي لما القياده تبقى، يعني انا النهارده برضو يعني عايز اطمن على منتخب بلدي، واللي حضرتك بتقولي عليه انه بقاله شهر. طب تخيل الراجل بتاع تشيلسي جه في نص الموسم واخد بطوله اوروبا. موسيماني لما جه، واقول لك عشرات من المدربين، بلاش اتكلم عن نفسي، بياخد فرقه وبعد 20 يوم دوري ممتاز ومفيش فرقه. المصريين فيهم الخير وفيهم العقليه وفيهم العبقريه، محتاجين انه ياخدوا الفرصه. فانا كروش، طالما انت راجل محترف وعندك سي في عالي جدا، زي ما انت بتقول ان انا الماضي انا ما بحكمش عليه، خلاص، واحنا كمان الماضي بتاعك مش هنحطه نقطه برضه دي. انت بتقول ان انا مصر اهرامات وابو الهول، والله ثلاثة. انا يعني هو قصده كده ولا كان قصده عشان احنا حصلنا قبل كده يعني على في كذا مره، يعني هو قصده على ايه يعني؟ ما ممكن يعني هو هو انا ما فهمتهاش عشان اهرامات وابو الهول. على هو قال كده، هو قال التاريخ ليس له علاقه يعني بالماضي. الاهرام وابو الهول، هو قال الاهرام وابو الهول تحديدا. احنا كنا فاكرين على المستوى بتاع المنتخب، يعني قال الاهرام وابو الهول مسك المنتخب هيعمل شو؟ والله العظيم على ذكر الماضي، يعني ترى بقى بنقول طب قول لي امبارح التغييرات اللي لو ابو الهول مسك المنتخب هيعمل شغل يا كابتن عادل. اقول لك يا كريم على تغيير امبارح، لو يعني لو طبعا ما عندناش، عمل تغييره في الدقيقه 92 و34 جزء من الثانية، بيغير محمود علاء وهو بيترعش خايف ان كان في دار فاول من نص الملعب والراجل بتاع الجابون هيرفعها، فعايز يعمل تغيير عشان الثواني دي تخلص. لما انا قاعد على الدكة او انا كلاعب في المنتخب او انا كجمهور، انا لاحظت ان الراجل متوتر جدا. اذا انت متوتر هتدير ازاي التوتر ده؟ يبقى مع واحد ضعيف، مش واحد عنده الخبرات الكبيره قوي دي. اللي انا بلاعب الجابون وماتش تحصيل حاصل وبعمل تغييره، محمود علاء استلم خد الكوره لمسها ما لمسهاش، عيب. انت بتضيع وقت في ماتش زي ده وهم 10. تفسر ده بايه؟ يعني حد كل الادله والبراهين بتؤكد ان هو عنده تاريخ مشرف وانه مدرب مخضرم، ليه مش شايفين ده منعكس في اداء منتخبنا سواء في ماتشين ليبيا وبص انتهاء بمباراه الامس؟ يعني اربع مباريات اول حد دلوقتي. شوف يا كريم، في احيانا المدربين بيبقى الوكيل بتاعهم شاطر وبيعرف يسوقهم كويس، وفي مدربين مثلا زي جوزيه لما جه النادي الاهلي، هل كان ليه خبرات وليه سي في جامد ولا حاجه؟ كان سي في ولا حاجه تقريبا. انما لما جه النادي الاهلي، شوف مدى النجاح ولقط بسرعه نوعيه اللاعب المصري وازاي ان هو يخرج منه احسن ما عنده، وازاي عمل توليفه خد بيها كميه بطولات. اعتقد 24 بطوله نهاوند، 24 بطوله عملت طفره، بحيث ان احنا كنا يعني في فترة كنا بننافس برشلونة وريال مدريد في الأندية اللي هي عدد البطولات فأنا كل ماتش ببقى متحير، الراجل ده بيفكر ازاي وبيلعب بطريقة ده كلنا مش حضرتك. طب هو نهى الماتش امبارح ازاي؟ محمد يعني هو ابتدى ازاي؟ يعني محمد ابتدى ازاي؟ طيب جت على النهاية يا كابتن. احنا قلنا البداية بيلعب ياسر ومروان وشريف، احنا تقريبا ما رحناش الجول امبارح، يعني البنالتي، وبعدين هم شلناهم شال جولين، لا في جمله والكرات كلها عاليه، حتى استوديوهات التحليل اللي كانت موجوده بين الشوطين قالوا كلام واقعي جدا. انت بتروحش للجول، شلناهم شال جولين وبعدين هم عاملين استحواذ، عاملين خطوره، عاملين كل حاجه عليك.
طيب انت ابتديت غلط كفراوده وفي وسط الملعب، والفريق اللي جاي لك مش جايب حد معاه من النجوم، كل النجوم بتوعه ما جوش معاه. طب ونهيت ازاي؟ مصطفى فتحي مع محمد صلاح نزلهم في توقيت مع شريف، هو طلع شريف وبعدين مروان. طب كانوا بيلعبوا ازاي؟ ما انا برضو كراجل في مهنه عايز افهمه، ومحمد صلاح كان بيلعب فين؟ على الطرف ولا مصطفى فتحي اللي بيلعب على الطرف؟ او الاثنين عندهم نفس الملكه او المهاره ان هو بيلعبوا على الطرف من ناحيه اليمين بيشق لجوه ويؤدي. طب في وسط الملعب، طب التغييرات، يعني كلها حاجات انا الحقيقه ما توحيليش بالاطمئنان. يجوز ان انا مخطئ، اتمنى ان انا وانتوا وكل الشعب المصري نبقى مخطئين، علشان احنا بنتمنى الجهاز ده ينجح، عشان في الاخر احنا طبعا في الاخر احنا مصريين عايزين نروح كاس عالم ونبقى مشرفين. انا قلت لسه من يومين ثلاثه المدير الفني اللي يكسب ليبيا رايح جاي وياخد مكافاه، انا ما اعرفش كتب كده. اخد مكافاه ازاي؟ ده انا لما اروح كاس عالم واوصل كاس عالم وبعدين اخش في دوري المجموعات واعدي دوري المجموعات ادي مكافاه. انا دخلت بقى دور ال 16 طبعا حققت انجازات بالفعل، لان انا برضه باخد مرتب كبير، فمش معقول ابدا ان انا اكسب ليبيا رايح جاي وانا مرتب كبير واخد لي شهرين ثلاثه. لا، لو انت بتدفعهم من جيبك ماشي. المفروض الشهرين ثلاثه دول يتوزعوا علينا بقى كمشجعين عشان حرقه الدم اللي اتحرق ده. يعني والله انت قاعد، هل انت استمتعت او اي، مش احنا الناس اللي بيقابلونا في الشارع، هل في حد اتبسط من الاداء في كل الماتشات اللي احنا لعبناها؟ لا، هقول لحضرتك يا كابتن عادل، طبعا اربع ماتشات ما طلعناش من مباراه منهم يعني سعداء باداء او نتيجه مع بعض، يعني ممكن يكون بنتيجه مره لكن نتيجه واداء اكيد ده مش حاصل. بس هرجع تاني وابص في اللي جاي بقى، لان خلاص انا حللت الفتره الحاليه، خلينا نبص في اللي جاي. المباراه الفاصله احنا بنتكلم تاني امم افريقيا خلاص في يناير، والمباراه الفاصله في مارس، كان في اربع شهور يعني زي ما انا كنت بقول. المباراة الفاصلة بتتخيلها هيبقى شكلها عامل ازاي برضو؟ يعني احنا هنكون ازاي؟ ومفروض نبان بصورة عاملة ازاي برضو كابتن عادل؟ يعني من ضمن الحاجات، وده سؤال في منتهى الروعة، احنا عايزين نطمن على المرحلة اللي جاية. يعني سيبنا من المشاكل وسيبنا من كروش وسيبنا من كل الدنيا ديت. هنتكلم على المرحلة اللي جاية. لما انا اقول الباب مفتوح لكل اللعيبة، ده كلمة خطيرة جدا. حضرتك خش كده منتخب انجلترا، بلاش منتخب انجلترا، منتخب السعوديه، هتلاقي من الف للياء من الواحد لحد ال 23 معروفين. دخل النهارده تقريبا وصلوا لكاس عالم. منتخب كل المنتخبات العربيه، منتخب المغرب، منتخب الجزائر. منتخب الجزائر بيتغير، الباب مفتوح. قوام وثابت. اولا حضرتك علشان اخد لاعب للمنتخب لابد يبقى عنده نوعيات كثيرة جدا في الشخصية. بيتحمل الضغوط، راجل عنده كم من المباريات الدولية بحيث ان انا تؤهله. صحيح، تؤهله. فيبقى انا لما باخد واحد مثلا من منتخب الاولمبي عنده 50-60 ماتش دولي، وبعدين عنده الخبرات، اتقابل قبل كده مع جماهير او كراجل محترف، الناس بالنسبة له لما يروح كاس عالم دي بتعلي من قدره وما يبقاش مخضوض من المنافسين الاقوياء. ولا يمنع ان انا لو في حد بارز قوي كويس قوي ان انا اخده في سن صغير، علشان يبقى المنتخب او النادي او اي حته في العالم، الفريق بيتكون من ثلاث عناصر: عنصر خبره، وده لازم يبقى في الفرقه، وعنصر شباب وخبره اللي هو في ال 26 سنه 27 سنه، وعنصر شباب زي اللي حضرتك بتشوفهم كده، حمدي فتحي والاولاد دول. وبعدين بقى المجموعه الثالثه زي صلاح محسن واللي هم الشباب اللي هم واعدين اكرم وهكذا. فكل يبقى انا بكون المنتخب بتاعي بالشكل ده، ده اللي احنا عايزين نشوفه منه. وبعدين التصريحات بتاعته يبقى فيها كنترول. يعني انا لما اقول الباب مفتوح، لا، انا لما اشوف منتخب اسبانيا، انا عارف منتخب اسبانيا قبل ما يلعبوا. لما منتخب انجلترا، انا عارف منتخب انجلترا. بلاش الدول المتقدمه دي قوي، الدول العربيه، بدء تونس مش معروف منتخبها بالورقه والقلم. هيقول لك ما هم غيروش المدير الفني بتاعهم زي ما احنا غيرناه. يعني حضرتك انت لما بتروحي شغل بتبتدي من الصفر. يعني انا يا هوند، انا جاي اشتغل في النادي الاهلي، ابتدي من الصفر؟
لا مفروض ابتدي من المستوى اللي انا رايحاه، يعني يكون عندي الخبره اللي تمكنني ابدا من المستوى اللي انا رايحاه. موسيماني لما جه قال ايه، انا قريت تاريخ النادي الاهلي، قريت تاريخ النادي الاهلي كويس قوي، واعرف اللعيبه كويس قوي، على الرغم ان هو ما نزلش معاهم تمرين لكن شافهم من سيديهات ولعب ضدهم فعارف وقاري. انما انا اقول الباب مفتوح، وبعدين ما ببتديش من الصفر، انت بتمرن منتخب مصر، منتخب مصر يعني حتى منتخب ايران لا يقاس بمنتخب مصر كتاريخ، منتخب السعوديه لا يقارن. مش عارفه ليه جالي سؤال دلوقتي كده يا امور. سؤال قوي. اتفضلي. هل هيجي لحظه علينا ونقول يا ريتنا ما غيرنا كابتن حسام البدري، ولا الموضوع ملوش علاقه بده؟ والله شوفي، الاعتبارات الاعتبارات انا كنت بتمناها ان عمليه الاختيار تبقى من خلال لجنه محترمه محايده، فتختار بدون المشاعر. يعني انا بكره فلان او انا مش حابب فلان، حسابات شخصيه مش مجالها، يعني مش مجالها. وانا بختار لبلدي، وانا بختار لبلدي طبعا. ابقى عندي من اقول لك على حاجه تانية. انا مثلا ايه، لما باجي اختار لعيب مثلا في وسط الملعب كديفندر، ما بختارش عادل، لا بقول المواصفات اللي بيلعب في المكان ده. اللي بيلعب في المكان ده لازم اولا يبقى بيجري كتير قوي، بيدافع كويس قوي، بيهاجم، بيسدد، بيقطع من غير فاول، يعني ليها مواصفات. فانا اخد المواصفات دي كلجنه تخطيط، وبعدين انا عايز اشتري فلان زي ديانج كده. احنا اخترناه بناء على ايه؟ لما اتشاف ان انا عايز في المكان ده واحد بيعمل الحاجات دي، بيقطع، بيشوط، لياقته البدنيه عاليه، سنه صغير، انا بشتريه برقم وهبيعه برقم، كل الحاجات دي انا بحطها وانا بشتري لاعب. وكذلك للمنتخب، ما ينفعش ابدا للمنتخب يبقى حقل تجارب، ما ينفعش. انا في الفتره اللي جايه زي ما حضرتك تفضلتي، وانا سؤال رائع جدا، وانا بختار يعني مين اللي اختار كروش؟ هل في لجنه اختارته؟ احمد مجاهد اللي اختاره؟ اللجنه؟ طب على اي اساس؟ خبرتك ايه؟ الخبرات بتاعتك ايه؟ فطبعا انا مش عايز اخوض بقى في لا الحاجات. كفايه كده، كفايه كده. فانا علشان اجيب كروش واجيب فنجاده، فنجاله بقى له 6 شهور 7 شهور، ايه اللي اقدمه للكره المصريه؟ ولا حاجه. فطبعا انا بحكم الخبره اللي ربنا ادهاني، خبره كبيره سواء في الدوري الممتاز او في الاشبال والناشئين، عندي من الحكمه ان انا ربنا يقدرني ان انا وانا بختار اختار بعنايه. تمام، استاذنك بقى نقف عند النقطه دي، الاختيار اللي بعنايه. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مرحبا بكم مره ثانيه. وقبل الفاصل كنت بقول لكابتن عادل ان انا هساله يعني شويه اسئله كده، عايزين اجابه منه صريحه. هو كابتن عادل عودنا كمان على صراحته. يعني كابتن عادل، احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تقييمك لكيراش، وفي نفس الوقت هل احنا ممكن في لحظه يعني من الوقت كده نيجي نقول احنا ندمانين ان تم تغيير كابتن حسام البدري؟ حضرتك جاوبتنا على النقطه دي. طيب النقطه الثانيه اللي انا عايزه اروح ليها، هل حضرتك لك يعني اختيار معين كنت شايف ان هو الافضل في تدريب المنتخب عن كيراش، ومن هو؟ والله شوفي، اديلك بس حاجه كانت من غير رد دبلوماسي. لا 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 ما بردش دبلوماسي انا بقى. ايوه انا عايز اسمع اسامي مش اسم واحد. يعني كان في راجل هارفي بتاع المنتخب السعوديه، المدرب السعوديه، كنت انا برشحه قبل برادلي وقبل كوبر وفي الفترة اللي فاتت، بس طبعا السعودية خطفته. راح طبعا مع المغرب، راح كاس عالم، وكان يعني مرتبه كان 10,000 دولار لما انا كنت برشحه. يعني النهارده بيدرب السعودية وعامل، لان وانا بقيم مدرب، مدرب يقيم مدرب، بس لازم يكون عندهم من الخبرة. فانا وانا بختار يبقى بختار بعناية. الراجل يكون لاعب ماتشات دولية كتير، لاعب يكون عنده خبرات، يكون شخصية، عنده الموهبة، عنده الإدارة على السيطرة، إعلاميا بيشتغل كويس قوي مع الإعلام عشان بيبني بنية تحتية، بيشتغل 24 ساعة. يعني أنا مش بستنى لما اللعيبة تجيلي وبعدين أبتدي أعمل معسكر وبعدين أبتدي أشتغل، لا ده أنا كل يوم في نادي
وكل وقت عمال اتابع اللعيبه وشغلي الشاغل ان انا اثبت التشكيل علشان تثبيت التشكيل ده يبقى اللعيب عارف ان انا نمره واحد ونمره اثنين يبقى معروف والتفكير بتاع الطريقه اللي انا هلعب بيها والطريقه اللي انا العب بيها ما هي الثابته يا نهوان. الطريقه دايما زي موسيماني برضه بيعمل بص تلاقيه اوقات بيلعب على المرتد اوقات ثانيه بيلعب 4-2-3-1 الماتش اللي فات ماتش الاهلي في المدرب لازم عنده المرونه. كان في فتره من الفترات كان في مترشح السؤال بتاعك ايوه كان مترشح اربعه الاسامي اللي انتوا عارفينها طب ما نقولها تاني طالما احنا عارفينها ايه المشكله ما الناس عارفه كان اظن ايهاب حسام البدري حسام البدري واظن كان في واحد رابع. طيب لما نقيس الخبرات في اللعب وفي التدريب وفي الشخصيه والاخر نقول ان حسام حسن حسام حسن هو المفروض ان هو اللي يبقى اكتر لكن اعتبارات كتير الحقيقه يعني كلاعب راح الاردن عمل معاهم طفره غير طبيعيه في الفرق مع المصري داخل في لا وكاريزما وروح ويعني هو ليه وضع شديد الخصوصيه الحقيقة. كان احيانا بيتقال عليه ان هو في احيانا يعني. اخطاء وعصبي وانا معاهم في الموضوع ده احيانا كان في وقت من الاوقات كان اعصابه بتفلت منه في الفتره اللي فاتت ابتدى بقى له سنتين ثلاثه لما راح المصري في كنترول الى حد كبير انا عشان اكون كاره فلان او انا مش حابب اتعامل مع فلان لاعتبارات والمكان ده المبنى ده يعني ياما في ناس يشهد هي. على كفاءه عاليه جدا وترشحت للمنتخبات ما اتخذتش لانها عايزين مدرب بيه مواصفات معينه والمواصفات دي لا يتحملها راجل محترم فبالتالي هتبص تلاقي اللي بيدير دايما عايز نوعيه معينه مش شخصيه حسام حسن او حسام البدري لما بيروح اي حته مع النادي الاهلي عمل بطولات فلما بتروح افريقيا الناس عارفاك بتشوفك سواء في النادي نجوم في مجالهم نجوم في مجالهم طبعا لما اقارن حسام حسن بإيهاب جلال ازاي؟ حسام منطق؟ حسن بمين؟ بإيهاب جلال مش اي سمع. منطق اي منطق يعني ازاي يعني كلعب ولا أيوة. كتدريب ولا ده راجل عميد لعيبه العالم راجل راح ثلاث مرات كاس عالم هو وابراهيم كظهير يمين منتخب العالم فانا الولاد بلاش حسام هجيب مدرب اجنبي المدرب الاجنبي اختاره بعنايه انت محتاج ولادك على اعلى مستوى محمد صلاح عندنا 100 محمد صلاح بس عايز اللي يطلعهم طب ويهتم بيهم والله الشعب المصري مليان كريم احنا مصنع احنا مصنع حقيقي كل يوم في انتاج جديد يعني انا ماسك قطاع الناشئين من 3 سنين أو 4 سنين عملت جوله كده في محافظات اختبارات رحنا حوالي 18 محافظه شفت ولاد طبعا والله شفت ولاد لا تقول لي ميسي بقى ولا بتاع الولد تحس ان عينيه مش هنا عينيه بتلف حوالين وقد كده وبعدين بيعمل المهاره مفيش مدرب علمه طبعا هو بالفطره الموهبه دي ربنا مديها له محتاج العين اللي تشوفه علشان تديله ده صح فسؤالك القوي انا جاوبت عليه وبامانه مش عايز حد يزعل مني انا بقول ده لوجه الله ان انا شايف ان وانا بختار الكفاءه بختارها علشان منتخب بلدي يوصل للمرحله ان انا فيها فعلا اروح كاس عالم وانا قلبي زي الحديد ما بقاش رايح خايف وانا بلاعب السعوديه او بلاعب اورجواي المنتخب الاردن مع حسام ابراهيم مع اورجواي متعادلين معاهم في اورجواي عاملين شغل واصلين تصفيات كاس عالم وحاجه يعني قمه مع الاتحاد مع المصري مع كل الانديه عموما ادينا هننتظر كده كده لا نملك غير الانتظار وهنشوف الفتره الجايه هيحصل ايه اما ربنا ينفخ في صورتنا اما هنتشل كلنا كشعب لا بعد الشر لا 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 لا, لا هم يعني اي حل تاني غير هيبقى احسن من الشل اي حل لا نتشل لا احنا ما نتشلش لا هو ال وينفع منتخب مصر يبقى عرضه للنوع ده من الكلام يا كابتن عادل اقول لحضرتك ايه بس على كل الاحوال احنا الوقت المتاح لينا اتوقع الخير ان شاء الله على وجودك معانا نورتنا النهارده نشكر حضراتكم كمان على متابعتنا الأسبوع ده كله مش بس حلقة يعني النهاردة الأسبوع كده انتهى ويتجدد اللقاء الحد الجاي بإذن الله واللي جاي أحسن يا رب باي باي يا رب